السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. متواصلين مع تفسير رؤية الأمراض والأوجاع والعاهات التي تبدو على أعضاء الإنسان من مجلد الإمام ابن سيرين، من أكثر المفسرين شرحا وبساطة في تفسير الأحلام. هنتكلم عن رؤية اللسان في المنام. كنت اتكلمت بالفيديو السابق قبل الفيديو ده عن العلة والأنف. طبعا انا مش حابة ان انا اطول في الفيديو علشان ما يبقاش بقى ايه يعني حاجة تقيلة على قلبكم يا جماعة، ولكن انا حبيت ان انا اقلل الفيديو بالمختصر المفيد. يعني طيب اللسان، طيب اللسان بقى هو ترجمان الانسان، يعني بقى ايه؟ المرء مخبوء تحت لسانه، اذا تكلم ظهر. طيب اللسان بقى هو ترجمان الإنسان والقائم بحجته، فمن رأى لسانه شق، شق يعني ايه؟ يعني حصل له حاجة، انشقاق، حصل له اي حاجة من نوع بقى العلة اللي فيه، ولا يقدر على الكلام، فانه يتكلم كلام يكون عليه وبالا ويناله من ذلك ضرر بقدر ما رأى من ايه الضرر، ويدل ايضا على انه يكذب، وعلى انه ايه، وعلى انه ان كان تاجرا خسر في تجارته. يعني اللسان، ان مثلا حد حلم انه مثلا لسانه فيه شق، تمام، او انشقاق، ده بقى ايه يدل على او في الحلم بقى او في الرؤية ان هو بيتكلم بكلام غريب، اللي هو بقى ايه بيتكلم كلام مش مفهوم. هنا بقى بيدل على ان بقى ايه يصيب صاحب الرؤية ضرر، وإن أو يكذب، وإن كان تاجرا خسر في تجارته، وإن كان واليا عزل في عن ولايته. طبعا إحنا هنا الولاية برضو مش شرط بقى ولاية بقى أي حاجة عظيمة، يبقى رئيس دولة، يبقى ذو منصب عظيم، لا، ممكن الولاية تبقى إيه في شغله، تبقى مثلا في أهل بيته، مش صاحب كلمة، ممكن يكون بيكذب وهكذا. ومن كان ومن رأى كأن طرف لسانه قطع، يعني الطرف بتاع اللسان كأنه في الحلم اتقطع، يعني فإنه يعجز عن إقامة الحجة في المخاصمة. يعني إن مثلا حد رأى في المنام إنه إيه لسانه قطع، هنا بقى يعجز عن إقامة حجة ما في المخاصمة، أيا كانت نوع المخاصمة اللي هو بقى إيه يعني دخل فيها، فإنه بقى إيه يعجز عن إقامة إيه حجته. وإن كان من جملة الشهود لم يصدق في شهادته أو لم تقبل شهادته. وقال بعضهم من رأى لسانه قطع كان حليما، ومن رأى كأن امرأته قطعت لسانها فإنه يلاطفها ويبرها. طبعا هنا قطع اللسان يعني ليها تفسير كتير، الله أكبر وعزة لله. ومن رأى كأن امرأة مقطوعة اللسان دل على عفتها وسترها. هنا بقى بالنسبة للست بقى، واحدة رأت ان مثلا ايه لسانها مقطوع، هنا بقى في الحلم ده هنا الرؤية بتاعتها دلت ايه على عفتها وسترها، تمام. فإن رأى كأنه قطع لسان فقير فإنه يعطي سفيها شيئا، ومن التزق لسانه بحنكة جحد دينا عليه أو أمات كانت عنده. يعني هنا برضو يا أحباب، إن مثلا من التزق لسانه بحنكة، يعني الحنكة دي أي حاجة تلزق في اللسان. هنا بقى إيه تفسيرها إيه؟ جحد دينا عليه، يعني ايه جحد دينا؟ يعني ايه كأنه بقى ايه المفروض ان يؤدي الدين ده وما ادهوش، او امانة كانت عليه فلازم يؤديها. طبعا هنا احنا اتكلمنا في اللسان، اتمنى ان انا اكون افدتكم. متواصلين مع تفسير رؤيا الاعضاء في تفسير رؤيا اعضاء الانسان في المنام. دمتم في امان الله.